بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا وإياكم في حلقة أخرى من برنامج فواصل أشبال الأربعين، والذي يعد متنفسا وساحة نطرح بها الأسئلة الثقافية على أبناء الشارع الحسيني من الخدم الزوار، لنبين لكم مستوى الثقافة لأبناء هذا الشارع المبارك. سنستقبل عدة خدم وزوار لأبي عبد الله الحسين سيد الأحرار. مشاهدينا الكرام، الآن معنا أحد السائرين على درب أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، نستقبله ونلقي عليه التحية والسلام ونطرح عليه بعض الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا حبيبي؟ الحمد لله. أنت شنو اسمك؟ عقيل. عقيل، صديقنا عقيل، أنت صار لك كم يوم تمشي بدرب أبو عبد الله الحسين؟ صار لي 12 يوم. 12 يوم، من أي منطقة انطلقت؟ طلعت من منطقة الفوض. طلعت من منطقة الفوض، صار لك 12. صديقنا، طيلة هذا المسيرة 12 يوم ما شفت مشهد أو منظر، اذكر لي مشهد أو منظر شفته خلاك تستذكر واقعة الطف، أثر بيك أثر عميق وأثر غائر. يعني النوايد، بس أكثر شيء يعني ذكرني السيدة زينب سلام الله عليها. سلام الله عليها. ذكرني شلون مشيت يعني بحار وضرب، يعني بكل شيء. زين، شنو الموقف كان بالتفصيل؟ الموقف جاتك عجية قاعدة بالشارع، ليش ما تطبين؟ يعني حار وهاي. الجي يعني خادمة للإمام الحسين توزع ثواب. إيه، فقالت أنا ذكرت موقف. ليشني؟ قالت أنا ذكرت موقف سيدة زينب. حملت الضرب وقاعدة بالشمس، ويعني كش وكش. أحسنتم. فهذا أثر بي. أحسنتم، يعني جرح عاشوراء ومصاب عاشوراء ومصاب يوم الطف، لا يومك يومك يا أبا عبد الله، من المستحيل أن ينسى، وهو حاضر في كل مشهد من حياتنا. الآن نريد أن نطرح عليك سؤال بسيط لنعكس للمشاهدين الكرام مستوى ثقافة الشباب الحسيني. هل أنت جاهز للسؤال بعون الله؟ بعون الله تعالى. السؤال يقول: أعطني اسم من أسماء المشاركين في قتل الإمام الحسين عليه السلام. عمر بن سعد. عمر بن سعد، إجابة صحيحة، ما شاء الله تبارك الله. إذا مشاهدينا الكرام، استمروا معنا، هنالك عدة ضيوف آخرين سوف نستقبلهم بعون الله تعالى، لذا كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، الآن معنا خادم حسيني آخر مع أخيه الأصغر، الآن نلقي التحية عليه والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شلون الأوضاع؟ شلون الخدمة الحسينية وياك؟ الحمد لله، وشكر الخدمة الحسينية كل الزينة، وتعلمنا منها هواي أشياء، وإحنا من الصغر بدينا بهذا الشيء، والحمد لله مشيت ويانا لهذا اليوم. أحسن. زين صديقي، كونه هذا يعتبر أخوك الأصغر، أكيد شنو التغيرات اللي لاحظتها على شخصيته يعني من بعد الخدمة الحسينية؟ أكيد صار عدة التزامات دينية، والحمد لله وشكر ظل احترام تقديس لهذا الشيء، وهو بداها ويانا والحمد لله وشكر انهيها ويانا. يعني مثلا هل مثلا صار عنده تركيز على بعض المحاور اللي كان مركز عليها، مثلا بر الوالدين؟ أكيد أكيد. التعامل مع شلوق. الوالدين بصورة محترمة بصورة لائقة. أكيد مساعدة المحتاج، تقديم المساعدات، هذه المحاور كلها مثلا صار عليها تركيز من بعد الخدمة الحسينية؟ أكيد، هواي تغييرات صارت عنده الحمد لله والشكر، وتعلم هواي أشياء من هاي الخدمة الحسينية، هو عويان على هذا الشيء هو يعني، وإن شاء الله يمشي ويانا لهذا الشيء. ما شاء الله ما شاء الله، الله تبارك الله. أنتوا الآن بموكبكم شنو الخدمات اللي تقدموها للزوار، يعني من توزيعات إلى الحمد لله وشكر كل شيء متوفر عندنا، وكل شيء وزعنا للزوار، ويستاهلون زوار عبد الله الحسين. ما شاء الله تبارك الله. الآن نرى أن خدام الإمام الحسين عليه السلام يبذلون الغالي والنفيس وكل ما عندهم بس لغرض التقرب إلى أبي عبد الله الحسين وخدمة زائره الكرام. أكيد يستاهل أبو عبد الله هذا الشيء، ونفدي برواحنا أبو عبد الله. أحسن أحسن صديقي. الآن ننتقل إلى أخوك الأصغر ونطرح عليه السؤال الثقافي البسيط لنبين للمشاهدين حجم الثقافة عند الشباب وأشبال الحسين عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك صديقنا؟ شنو اسمك أنت؟ محمد. محمد، صديقنا محمد، سؤال بسيط إليك. أعطني اسم واحد من الذين ساهموا بقتل الإمام الحسين عليه السلام. سلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللي هو شمر الذي ابن جوشه. أحسنت أحسن، بارك الله بك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحسين. الآن الجائزة مقدمة من قناة كربلاء الفضائية إليك، كونك ما زلت في مقتبل العمر، لنحفزك على الاستمرار بهذه المسيرة الرائعة والموفقة والمباركة بعون الله تعالى. جزيل الشكر لكم. مشاهدينا الكرام، الآن نستقبل ضيف آخر لطرح سؤال ثقافي آخر عليه وتبين المستويات الثقافة للشارع الحسيني والمسيرة الحسينية لكم مشاهدينا الأعزاء، نلقي عليه التحية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك أنت صديقنا؟ حيدر سجاد. حيدر سجاد، ما شاء الله تبارك الله. الآن أنتم تمثلون روح المشايخ الحسينية حقيقة، يعني تحملون رسالة جدا مهمة.
وهي رسالة أبو عبد الله الحسين ورسالة تعزية صاحب العصر والزمان. سؤال صديقنا حيدر، الإمام الحسين عليه السلام شنو غير بحياتك؟ قربني إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وإلى الصلاة والإصلاح. ما شاء الله تبارك الله، يعني قلب حياتك، ما يعني قلب. غير كل شيء. خلاك إنسان أفضل بكل المقاييس والمعايير. زين الآن مثل ما نعرف يعني المسيرة لمسافات بعيدة هي مسيرة متعبة، لكن منو من أهلك، منو من عائلتك حفزك على هاي المسيرة وحفزك على هاي الفعاليات؟ وشلون بالضبط؟ هل مثلا من خلال انه جابوك للمجالس، هل من خلال انه قصوا عليك قصص اهل البيت، لو شلون بالضبط؟ والدي الله يرحمه كنا نطلع كل سنه من البيت الله يرحمه، وكملنا المسير من سنوات ما شاء الله لهاي السنه ما شاء الله. خدام الحسين يعني يتركون بصمه واضحه في نفوس ابنائهم، وهاي البصمه تنتقل لنا على هذا الشارع ما شاء الله تبارك الله. الان نود ان نطرح عليك سؤال بسيط. كونك خادم للإمام الحسين، وأكيد أنت متفقه في قضية الإمام الحسين، السؤال يقول أعطيني لقب من ألقاب الإمام الحسين. قتيل العبرات. ما شاء الله قتيل العبرات، السلام على قتيل العبرات، السلام على الخد التريب. الآن الجائزة نستقبلها الآن مقدمة من قناة كربلاء الفضائية لتشجيعك على مواصلة التعلم والتثقف في سبيل الإمام الحسين عليه السلام. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين باستضافة الزائرين والخدام لأبي عبد الله الحسين وطرح الأسئلة الثقافية والمعرفية عليهم. لدينا زائر آخر نطرح عليه هذه الأسئلة ونلقي عليه التحية والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك صديقي؟ ياك الله. شنو اسمك أنت؟ أحمد. أحمد. صديقنا أحمد، أنت من يوم منطقة طلعت وش قد صار لك تمشي بهذا الطريق؟ صار لي 10 أيام من البصرة. 10 أيام من البصرة. يعني أنت مثل ما تعرف صديقنا أحمد الطريق طويل وأكيد مليء بالمواقف المؤثرة واللي تخليك تتذكر لمحات من واقعة الطف ولمحات من حياة أبي عبد الله الحسين. شنو الموقف اللي يعني مر عليك ويعني خطر عليك أثناء مسيرتك بحيث خلاك تتأثر جدا؟ مريت لقيت لي خطية شايب مقطوع أيدينا ويخدم. ما شاء الله. أي. يعني ناصب خيمته وفاتح خيمته ويخدم لزوار أبي عبد الله الحسين. يعني ما شاء الله زوار أبو عبد الله لا يكتركون، سواء كانوا مقعدين سواء كانوا متضررين مرضى، أهم شيء عندهم هو نيل رضا فاطمة الزهراء عليه السلام والتقرب بواسطتها إلى الله عز وجل. طبعا. زين الآن عندنا سؤال نريد نطرح عليك لنبين للسادة المشاهدين مستوى الثقافي الخاص بك. أي. زين صديقنا سؤال بسيط، يعني متى استشهد الإمام الحسين عليه السلام؟ في أي سنة هجرية؟ 61. سنة 61 للهجرة. إجابة صحيحة تدل على فقهك وتفقهك ومعرفتك بالتاريخ الإسلامي، وهذه الجائزة مقدمة من قناة كربلاء الفضائية لغرض تحفيزك على إتمام هذه المسيرة. مشكورين مشكورين. مشاهدينا الكرام، نحن ومعكم نختتم هذه الحلقة التي تعطرت بذكر محمد وآل محمد وتزينت بطرح العديد من الأسئلة الثقافية على أبنائنا أبناء الحسين وأشباله لغرض توسيع نطاق معرفتهم. كونوا معنا في الحلقات القادمة بعون الله، مستمرين معكم.